انضم الينا من هنالك مباشره زميلنا وليد هنايا مراسل الاخباريه السوريه. وليد مساء الخير، اين انت بالتحديد وما هي اخر التفاصيل لديك؟ نعم، تحية لك حسين ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. نحن الآن متواجدين داخل مشفى الرازي الحكومي. عدد من القذائف هي تساقطت حتى اللحظات السابقة حسين، لا سيما بأن سيارات الإسعاف هي تنقل الجرحى إلى داخل هذا المشفى والمشافي الحكومية في حلب المدينة. لن أطيل عليك، سوف أنتقل إلى الدكتور محمد بطيخ مدير مشفى الرازي ليتحدث لنا حسين أكثر حول الحصيلة حتى اللحظات. عدد من القذائف هي تساقطت دكتور حصيلة حتى اللحظات. امبارح مشفى الرازي كان يعد في المصابين من القذائف الارهابيين الى من نجم الفرقان والفيض والمشارة. كان عدد حصيلة المرضى اللي وصلوا الجرحى 75 جريح وخمس شهداء، معظمهم من الاطفال والنساء. اما في مدينة حلب كان عدد الجرحى 300 جريح وعدد الشهداء 40 شهيد. وبالنسبه للمشفى الرازي هو على جاهز، الجاهزيه من الاطباء والمستهلكات الطبيه كلها جاهزه، من الدم والزمر جميعها متوفره في مشفى الرازي، والعناصر وجميع الاختصاصات متوفره. كانت الاصابات معظمها خطيره بسبب الشظايا من نوع خاص يبدو انه بلشت تنزل على مدينه حلب. نعم، نتحدث عن واقع الجرحى، كيفية أنواع الجرحى، هل هنالك يرجح لأن ترتفع الحصيلة خلال الساعات المقبلة؟ في الحقيقة في هنالك عدة مرضى في العناية المركزة حالتهم خطيرة، في خروج مادة دماغية وإصابات عصبية خطيرة بالأطراف. نتحدث عن واقع المشفى الرازي الحكومي حتى لحظات، المخزون الاستراتيجي هل هو يكفي لجرحى؟ المشفى الرازي فيه جميع الإمكانيات من الدم والأدوية اللازمة لجميع المرضى، والمخزون 6 شهور موجود في المشفى. نعم، شكرا لك. يعني كما تابعنا حسين، الحصيلة هي ارتفعت إلى 40 شهيدا، أكثر من 300 جريح بينهم أطفال ونساء. سوف أنتقل مباشرة إلى السيد محمد مروان علبي محافظ حلب، يعطيك العافية. دكتور، بنحكي عن الواقع اللي عم تشهده محافظة حلب من تصعيد إرهابي للمرة يمكن لربما العاشرة خلال الأشهر الماضية حتى اللحظة. يوم أمس واليوم العصابات الإرهابية صعدت من عملياتها الإجرامية وقذائفها، واستخدمت قذائف جديدة صاروخية جديدة لم تعرف سابقا. كما تعلمون يوم أمس كان يوما داميا، وإنما هذا يدل على ثبات أهالي حلب، لأنهم يشعرون أن الانتصارات مستمرة لدى جيشنا العربي السوري، ولذلك هم يريدون أن يرهبوا الناس وأن يعودوا ما خسروه على جبهات القتال أمام القوات المسلحة. ورغم ذلك ستبقى حلب ثابتة وفية مع انتصارات شعبنا. نعتز بكل قطرة دم سقطت من أجل ثبات هذه المدينة التي كانت وستبقى وفية للوطن ولقائد الوطن. شكرا. نعم، يعني على خلفية الاستهدافات اللي عم تحققها حضرتك كمواطن سوري متواجد هلا داخل مشفى الرازي مثل ما عم نشوف الحالات، هذا الشيء بينال من عزيمتنا وصمودنا؟ هذا الشيء لن ينال من عزيمتنا وصمودنا، وحلب صامدة بإذن الله تعالى، وستبقى شوكة عصية في إرهاب آل سعود وأردوغان، وحلب عصية على الإرهاب بإذن الله تعالى. نعم، شكرا. يعني حسين، كما نلاحظ حتى لحظات مشفى الرازي الحكومي هو يستقبل الجرحى الذي تطالهم قذائف الحقد في أحياء حلب الأمنة. قبل قليل تساقطت عدد من القذائف على منطقة العزيزية ومنطقة التلال، عدد من المناطق طالتها مجازر إرهابية. حقيقة هنالك صواريخ متطورة تطلقها المجموعات الإرهابية المسلحة، زاد الدمار الشامل، محال تجارية، أماكن للمدنيين تتواجد بها بشكل مكثف، مناطق بامتياز هي مختصة بالمدنيين طالتها يد الحقد. حتى لحظات الحصيلة هي وصلت إلى 40 شهيدا، في حين يرجح ازدياداتها وأكثر من 300 جريح. نعم حسين. نعم وليد، ولقد نرجح مرة أخرى، تقول أكثر من 40 شهيد وأكثر من 300 جريح. الأحياء التي تم استهدافها منذ الأمس إلى الآن، فقط نذكرها من جديد حتى نعود إلى تغطيتها. وليد؟ نعم حسين.
وليد تضعنا فقط مرة أخرى بصورة الأحياء التي تم استهدافها من قبل الإرهابيين منذ الأمس إلى الآن، وأيضا أخبرنا عن حي الميدان الذي شهد بالأمس موجة نزوح كبيرة بسبب عدد القذائف الذي ضرب المنطقة بشكل كبير جدا مساء. نعم حسين، بطبيعة الحال كل مناطق حلب الآمنة هي استهدفتها وطالتها يد الحقد، منطقة شارع النيل، شارع تشرين، وصولا إلى حي السبيل. هذه المناطق هي تستهدف من قبل الفصائل المتواجدة في منطقة بني زيد، أما أحياء التلال والعزيزية والأجزاء الآمنة من المدينة القديمة هي تستهدف من قبل الفصائل المسلحة المتواجدة في المدينة القديمة. أيضا مناطق الحمدانية وصلاح الدين هي من قبل منطقة صلاح الدين الأجزاء التي تقع تحت سيطرة المسلحين. بطبيعة الحال منطقة الميدان أيضا هي شهدت لسقوط عدد من القذائف على خلفية المسلحين المتواجدين في منطقة بستان الباشا. هذه المنطقة التي شهدت لمجازر ولدمار وخراب هو كبير خلال الفترات الماضية. صراحة منطقة الميدان هي نالت النصيب الأكبر عبر استهدافها، هنالك عدد من الشهداء خلال الفترة الماضية طالتها تلك القذائف. صراحة حسين منطقة الميدان طالت القذائف وطالت الكنائس وطالت المساجد، فيها منها كنيسة سيدة فرح، هنالك كان أضرار مادية فيها في وقت سابق، أما يوم أمس كان هنالك سقوط فيها لعدد من القذائف. هي طالت الأحياء السكنية، المباني السكنية، انهيار لعدد من المباني. أيضا منطقة السليمانية شهدت تساقط للقذائف وأيضا أسفرت عن انهيار لعدد من المباني. أما فيما يخص واقع المشافي، وإن عدنا إلى واقع المشافي، المخزون الطبي الاستراتيجي هو متواجد. مديرية صحة حلب هي صرحت بأن الجاهزية هي متواجدة، الكادر الطبي هو متواجد، لا سيما زمر الدماء أيضا هي متواجدة، أما هنالك بعض الزمر التي هي نادرة وجودها. أيضا المركز الطبي هنا في حلب التبرع بالدم هو تكفل في هذا الموضوع. بطبيعة الحال مجزرة هي كبيرة ارتكبت حسين في حق الأهالي في حلب، رقم ليس هو بقليل، 300 جريح وأكثر من 400 شهيد. هذه الأرقام إضافة إلى عدد من الحصائل السابقة التي طالتها قذائف الحقد في حلب المدينة. هذه القذائف وهذه العمليات التي تأتي من قبل المسلحين هي تأتي يعني على خلفية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري من خلال طريق الكاستيلو والعمليات. جميعنا نعلم بأن عمليات محكمة وشرسة من قبل أوطان الجيش العربي السوري سيطرت من خلالها ناريا على طريق الكاستيلو، هذا الطريق الذي أصبح مقطوعا بشكل نهائي. هذا قطع الامداد عن المسلحين مما أجبرهم على قيامهم بهذه المجازر بارتكاب مجازر بحق المدنيين الآمنين في محافظة حلب. نعم حسين، شكرا وليد لك لهذه اللحظة. بالتأكيد سوف نعود إليك مرة أخرى في حال ورود أي جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لأهلنا في مدينة حلب والشفاء العاجل للجرحى والرحمة لشهدائنا.